يقولون حين تحب شخصا تأخذه بكل ما له وما عليه، تأخذه بكل ارتباطاته، بكل التزاماته، تأخذ تاريخه، ماضيه، حاضره، تأخذ وطنه وعائلته وأفراحه وأحزانه وحتى لهجته، تأخذ طموحاته وخيالاته وتطلعاته. فإما أن تأخذ كل شيء أو لا تأخذ أي شيء، لأنه لا انتقائية في الحب ولا انتقائية فيما تحب، فالحب قدر وليس قرار.